زميلي العزيز كابتن تامر صقر، تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا. بالطبع الفرقتين جايين من فوزين، فوز على الزمالك نادي البنك الاهلي ونادي انبي صاحب الارض النهارده صاحب الملعب، بفوز على بيراميدز في كاس الرابطه. الاثنين يمكن داخلين المباراه بدفع معنويه كبيره جدا. عندك كابتن تامر مصطفى المدير الفني نادي انبي يمكن داخل المباراه النهارده وبمعنويات ثانيه خالص. الراجل كسبان اخر مباراه ليه في الدوري، كسبان في كاس الرابطه، عايز يعدي المرحله. دلوقتي انت بدات بقى في مرحله تجميع النقاط في الوضع الصعب اللي بيعيشوا الفرقتين، يمكن فريق انبي وفريق البنك الاهلي. يمكن كابتن تامر النهارده بيغيب عنه خالد رضا، ده ابرز الغيابات في نادي انبي النهارده، بيغيب للاصابه، والتشكيله تقريبا هي نفس تشكيله مباراه بيراميدز الاخيره في كاس الرابطه. نيجي لبابا فاسيليوس الناحيه الثانيه، المدير الفني نادي البنك الاهلي يمكن داخل برضه المباراه زي ما انت قلت معنويات كبيره، فوز على نادي الزمالك وقبليها اخر مباراه ليه في الدوري فوز على بيراميدز بعد 9 مباريات لم يحقق فيهم الفوز منذ توليه القياده الفنيه لنادي البنك الاهلي، لكن بيغيب عنه النهارده بعض العناصر الاساسيه المهمه جدا، محمد هلال واسامه ابراهيم وحمدي علاء، الثلاث لعيبه بيغيبوا للايقاف بثلاث انذارات. يمكن مباراه اليوم النهارده كابتن تامر من غير فار، وده اللي موجود في الثلاث ملاعب النهارده، سواء في مباراه سموحه والاسماعيلي او هنا في مباراه انبي والبنك الاهلي والمباراه مباراه سيراميكا والمقاولون العرب. الثلاث مباريات النهارده من غير فار، في مشكله تقريبا في الفار وحكام الفار ما تبلغوش ان هم يكونوا موجودين في ارض الملعب في الثلاث مباريات. يمكن دي ابرز الاجواء وكواليس هنا من استاد بيتو سبورت. كابتن تامر والكلمه تعود اليك، تفضل.